بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل كلامنا مع الجزء الثالث والاخير من الفيديو الخامس في الانستول والانتجريت للسيسكو اي بي سنسور في النتورك بتاعتي. طبعا في الفيديوهين اللي فاتوا كنا اتكلمنا على ازاي بنمتلينا من عمليه انستول للاي بي اس، وقلنا ازاي بنشغله على الجينس 3. ده كان في الفيديو الاولاني او الجزء الاولاني. الجزء الثاني ابتدينا نشوف ازاي بنخلي الاي بي اس بتاعي يشتغل عن طريق واجهه رسوميه او عن طريق صفحه الويب، وده كان عن طريق تول اسمها الاي دي ام او الاي بي اس ديفايس مانجر. قلنا عشان تشتغل كل حاجة معاك مظبوطة اتأكد ان اصدار الجافا اللي عندك يكون اصدار قديم شوية، او الاصدار اللي بيقابل الـ IDM او الـ IBS version 6. كل اصدارات الجافا الحديثة ما بتشوفش الـ IDM او بتعمل مشاكل معاه، فعشان كده كنت اتأكد ان اي اصدار جافا عندك متشال وتنزل الاصدار اللي موجود عندك في التولز اللي هو الاصدار السادس الابديت رقم 7. او ممكن تتغلب على المشكلة ديت وتسيب الفيزيكال ماشين بتاعتك في حالها، ولما تيجي تشغل اي دي ام اعمل لك مكنه على الفي ام وير اكس بي مثلا وسطب عليها اصدار الجافا ده، وكل مره انت عايز تعمل اي كونفيجريشن على الاي دي ام افتحه من المكنه الاكس بي بعيدا عن الفيزيكال ماشين بتاعتك. اوكي، يعتبر كده احنا خلصنا اول جزء او الجزء المهم من المحاضره رقم 5، وخلينا نكمل الكلام بتاعنا في بعض الكلام النظري الصغير قوي. دلوقتي انت عملت ديبلوي للانتروجن بريفنشن سيستم او الانتروجن ديتكشن سيستم في النتورك، دلوقتي خلاص حطيته في النتورك، عملت له انستول وبدات توصله بالاجهزه، او بدات توصله بالسويتش، او بدات توصله بالراوتر او الفاير وولز الموجوده عندك. حاليا الجهاز بتاعك عشان يشتغل لازم بتكون مظبط له مود او هو يشتغل ازاي. ففي عندنا هنا 5 مود احنا بنخلي الاي بي اس بتاعنا يشتغل عليهم. اول حاجه عندنا في حاجه اسمها بروموسكس مود، ان انا اشغله كديتكشن فقط. تاني حاجه اسمها انلاين انترفيس بير مود. تالت حاجة انلاين فيلان بير مود. الرابع حاجة الانلاين فيلان جروب مود. الحاجة الأخيرة السلكتيف انلاين اناليسيس مود. فخلينا نمسكهم كده حاجة حاجة ونعرف ايه بالظبط الفرق ما بينهم. أول حاجة هنا اللي احنا سمعنا عنها قبل كده في فيديوهات سابق وعرفناها وحفظناها، إن أنت ممكن تشغل السنسور بتاعك تقول له أنت يا سنسور المود بتاعك هيكون بروموسكوس مش انلاين. يعني ايه بروموسكوس؟ يعني كل الحكايه او كل اللي هيعمله الاي بي اس بتاعي ان هو مربوط على شبكه، مربوط على سويتش، مربوط على اي جزء في النتورك، وكل الحكايه ان هو يا دوب جاست بياخد كوبي من اللي بيحصل في النتورك وياخده يحلله. بس خلي بالك هو قال لك بالرغم من بساطه الاسلوب ده المود ده شغال بسهوله جدا ومش هعمل لك اي مشاكل، بس خلي بالك هو يعتبر زيه زي الليتو، يعني مش هكون صارف على الاي بي اس وده ما فلوس فيه قد كده عشان اجيبه في الشبكه بتاعتي اللي هو يا دوب قاعد بياخد شويه حاجات ويحللها. قالك ده فيها عيوب كبير، اهمها ان هو ما بيشوفش غير كوبي، اونلي ا كوبي اوف نتورك ترافيك. قالك الاوريجينال باكت بتاعت اللي عدت في النتورك كده كده خلاص راحت للديستريبيوشن بتاعها. يعني حتى لو الكوبي اللي جات له ديت قالك ايه ده الكوبي ديت انا اكتشفت فيها ان في حاجه سسبيشس، طب يا عم انت لسه فاكر؟ طب ما الحاجه ديت اصلا خلاص راحت وانتهت وعملت سسبيشس اللي راحت له خلاص وبقى ماليشيس. ده انا يا دوب يا فندم انا جبت لك نسخه من اللي حصل بالظبط. اصل انت ما انتش موجود في وسط الاحداث عشان توقفه. ده انت حضرتك بعيد، فانا عقبال ما جبت نسخه من التقرير ده وجيت لك كان اللي حصل حصل يا فندم. عشان كده قال لك إيه انت النتورك افيلابيليتي بتاعتك هتلاقيها عالي قوي، هتلاقي السرعه بتاعتك البرفورمانس بتاع الشبكه بتاعتها عالي عشان اوريدي ما فيش حد موقفه كده يمنع لك. فعشان كده قال لك النوع ده من المود او البروموسكوس مود ما بيعملش امباكت على النتورك افيلابيليتي. ما بيوقفش اي حاجه، ما بيأثرش على الافيلابيلتي بتاعت النتورك، النتورك بتاعتك قايمه على طول وشغاله على طول. لسبب بسيط جدا وهو ان السنسور مش موجود في طريق الباكتس. السنسور يا دوب واخد جنب بعيد جدا عن اي حاجه ثانيه بتحصل. عشان كده بقول لك برضه ان بروموسكوس مود قال لك في ليك للريال تايم بريزنتف كابابيلتي، بمعنى ان هو ما بيشوفلكش ايه اللي بيحصل في الريال تايم بالظبط ويرضيك او يقول لك ايه اللي بيحصل. عشان لو هو كان واقف في النص بالظبط كان هيعمل ديسكونكت. لو تلاقي مثلا في واحد بيتخطى المفروض يعمله هتلاقي هو بيقوم وقفه او بيقول لك لا ده ما يحصلش او ما ينفعش يحصل، يعمل له اي حاجه مش مظبوطه. اوكي، فعشان كده قال لك خلي بالك لما تيجي تعمل ديبلوي للاي بي اس بتاعك شوف انت عايز تعمل ايه بالظبط. لو عملته اي دي اس يبقى يا دوب هياخد كوبي بس ويبتدي يكرر، بس خلي بالك اللي حصل حصل. يعني يا دوب في الكوبي ديت هيقول لك عقبال بقى ما يروح ويستجمع نفسه كده ويروح يوقف يكون طبعا يكون عدى وقت كبير. فعشان كده خلي بالك برضو قال لك لو انت كنت شغلته اي بي اس، الاي بي اس بتاعك بيعمل اجريسيف ريسبونس، يعني بيقوم واخد اكشن على طول، ممكن يقوم موقف لك الدنيا، يوقف لك الباكتس، اي حاجه ماليشيس يقوم موقفها لك، يقول لك ديت انا مش عايزها اصلا.
عشان كده بقول لك ان الاي بي اس لما تشغله كان لاين مود بيكون اكيوريت اكتر من الاي دي اس، انما الاي دي اس قال لك ليس اكيوريت عشان الدقه بتاعته مش مظبوطه، عشان هو واحد بعيد اللي هيجيبه معانا في النص. فهنا دلوقتي لما تيجي تعمل ديبلوي للسنسور في البروميسكيوس مود ممكن تنفذه اكتر من طريقه. اول طريقه ان انت يا دوب بتجيبه هنا على النتورك بتاعتك بتحطه كده وتوصله بالراوتر، او بتوصله ده سويتش راوتر او اللي هو مثلا تقول لير 3 سويتش. اوكي، فهنا في الشكل اللي قدامنا ده اول طريقه ممكن اوصل بيها الاي بي اس، ان انا بوصله دلوقتي كلينك ما بينه وبين الراوتر او ما بين السويتش. اللينك ده ممكن نحسبه كاي حاجه، ممكن يقول ده سويتش، او ممكن ابسط حاجه اقول لك ده هب، جهاز هب موجود كده ما بين الاي بي اس وما بين الراوتر او ما بين الاي بي اس والسويتش، يا دوب بس هو رابطه. وكده كده احنا عارفين الميزه في الهب ان هو بيبعت لي نسخه برودكاست من اي حاجه بتجيله، فلو في هنا هب في النص اي حاجه بتجيله بيبعتها على كل انترفيس من ضمنهم الانترفيس بتاعه الاي بي اس اللي هو شغال بروميسكيوس مود. فده اول طريقه دلوقتي لما اجي اشغل البروميسكيوس مود على الاي بي اس بتاعي بوصله بهب. او ممكن في جهاز تاني بيعمل نفس الحاجات ديت، جهاز اسمه نتورك تاب، هو بالظبط جهاز زي الهب وكل مهمته ان هو بيعمل لي مونيتور، فاي حاجه بتجيله بيقوم باعتها على بقيه الانترفيس. فالنتورك تاب هو الهب بالظبط، عشان لو انت اول مره تسمع عنه. طيب افرض ما عنديش هب وما عنديش غير سويتشات، ازاي اخلي السويتش يبعت لي نسخه؟ ديت حاجه احنا سمعناها قبل كده وحاجه اتكلمنا فيها كتير في الفيديوهات اللي فاتت. قلت لك ان السويتش بتاعك جاست او لازم يكون بيدعم السبان بوردز، السويتش بورت انالايزر، ان السويتش بتاعك يكون جواه بورد، البورت ده بيعمل ميرور او بيعمل عكس اي حاجه بتيجي على البورت ده، السبان بورد بتتبعت لبقيه الاي بي اس او الاي دي اس المتوصل على السبان بورد ده. بس برضو السبان بورد انت ممكن ما تكونش فاهمها قوي او مش مقتنع بيها، فعشان كده اخدت لك كام سلايد كده بنتكلم فيهم على السبان فقط. بص يا سيدي، السبان قال لك كل مهمتها ان هي بتعمل الميرور للترافيك من اكتر من انترفيس او من اكتر من فيلان. الفيلان اللي بتعمل عليها ميرور بتروح للسبان، السبان ده بيعمل لك ترافيك. اقول مثلا عايز البورت ده اي حاجه بتحصل عليه بعتها على البورت الثاني. كمثال عليها مثلا بص على الرسمه دي، ان انا عندي السويتش بتاعي وانا عندي السبان بورت هو رقم 10. اوكي، السبان بورت بتاعي بوصل عليه الانالايزر بتاعي اللي هو الاي بي اس او الاي دي اس. فانا هنا كتبت جوه السويتش بكونفيجريشن، قلت له يا سويتش انا عايز اعمل مونيتور على البورت رقم 5، بحيث اي حاجه تيجي للبورت رقم 5 انا عايز يبعت لي نسخه منها على البورت رقم 10، ويبقى البورت رقم 10 ده هو السبان بورت بتاعي وهو اللي متوصل عليه النتورك انالايزر. جميل، فهي دي فكره السبان. فعشان كده قال لك السبان لما يجي يشتغل لازم يكون في سورس انترفيس ويكون في ديستنيشن انترفيس، والاثنين لازم يكونوا موجودين على نفس السويتش. يعني مثلا بقول لك انا عايز اي حاجه جايه للانترفيس اللي هو السورس رقم 5 تروح للانترفيس الديستنيشن بتاعه رقم 10. طبعا الاثنين دول السورس والديستنيشن اللي براقبه واللي هبعت عشان يراقبه، الاثنين دول ما يكونون على نفس السويتش، ما ينفعش ده يكون على سويتش والثاني على سويتش ثاني. وخلي بالك برضه انا ممكن اعمل السبان تري، ممكن اعملها على الفيلان. يعني مثلا عندي الجهاز رقم 5 موجود في فيلان رقم 10 مثلا، وعندي الجهاز رقم 10 ده الفيلان رقم 20. فانا بقول له دلوقتي انا عايز الجهاز رقم 5 اللي فيلان 10 يبعت اي حاجه تجيله للجهاز رقم 10 اللي في الفيلان 20. وكده كده انا بكون موصل الانالايزر بتاعي على البورت اللي موجود في الديستنيشن. اوكي، هنا برضو الميزه في السبان، قال لك السبان بورت او الخاصيه لما يشغل على السويتش ما بتاثرش على السويتشنج ترافيك اللي شغال في الشبكه بتاعتي. انا يا دوب كل اللي بعمله ان انا بعمل كوبي من الباكت اللي بتتبعت من 5 او اي حاجه بتيجي لخمسه او اي حاجه طالعه لخمسه، باخد منها كوبي واقوم باعتها على طول على البورت رقم 10. فكده كده انا ما باثرش على الترافيك بشكل عام اللي ماشي في النتورك. طب الاسبان لما بيجي بيشتغل بثلاث بارامترز، يعني لازم في حاجات تكون انت موفرها للاسبان. خلينا نبتدي بالسورس انترفيس الاول. السورس انترفيس اللي هو لازم بقول لك مين الانترفيس اللي انا عايز اراقبه، اللي هو في الحاله بتاعتي دي الانترفيس رقم 5. اوكي، تاني حاجه بقول لك مين الديستنيشن انترفيس، يعني ايه هو الانترفيس اللي هيعمل مونيتور او ايه الانترفيس اللي انا هبعت عليه في الحاله ديت، هو الانترفيس رقم 10. طب الانترفيس رقم 5 والانترفيس رقم 10 بنسميهم حاجه اسمها سبان سيشن، عشان لازم تعرفها عشان لما تيجي تقعد على سويتش بعد كده. في سويتشات ما بتدعمش غير 4 سيشنز بس،
هنا في الجينيسيس ريل لما نيجي نشتغل عليها هتلاقي بتدعم 2 سيشن اسبان فقط، بمعنى ان انت ممكن تراقب 2 انترفيس في سيشن و2 انترفيس في سيشن تاني، ما تعرفش تعمل زياده عن كده. فيبقى هي ايه هي السيشن؟ السيشن عباره عن اسوسيشن او ترابط ما بين انترفيس براقبه وما بين انترفيس ببعت عليه، تمام؟ فعشان كده احنا ممكن نقول هنا ما بين انترفيس رقم 5 وانترفيس رقم 10 دي سيشن، السيشن دي رقمها 1 رقمها 2 رقمها 3. حلو الكلام؟ كويس قوي. خلينا نرجع تاني للكلام بتاعنا كان في البرومسكي سموث. فانا دلوقتي عرفت اول طريقه ممكن اشغل بيها البرومسكي سموث بتاعي الاي بي اس، اشغله كبرومسكي سموث، ان انا بجيبه هنا احطه واوصله بهب على الراوتر ده او بهب على السويتش ده، وكده كده الهب بيبعت برودكاست لكله. طب لو ما عنديش هب ممكن استخدم الهب وان انا يكون في عندي السويتش ده، ده سويتش، السويتش ده بفعل عليه اقول له البورت ده سبان. يعني سويتش اي حاجه عندك بتحصل تحت في الشبكات ديت ابعت لي منها نسخه على السبان بورت ده، والسبان بورت متوصل بيه مين؟ الاي بي اس بتاعي. حلو. فكده كده الاتاكر لو بيحاول حتى اتاك كده كده هيروح هنا وهيروح على السويتش واقوم جاي لي نسخه من الاي بي اس هنا. طبعا ده وانا مشغل الاي بي اس بتاعي كبروميسكوس مود. هنا الاي بي اس لما بيجي بيشتغل كبروميسكوس مود ممكن اشغله على اي سيريز 4200، يعني الابلاينس كلهم بيدعموا الخاصيه ديت او بيدعموا المود ده، او ممكن لو انا عندي الموديول متركب على السويتش اللي هو الاي دي اس ام 2، الاي دي ام اس 2 برضه هو كمان بيدعم الديبلويمنت بتاع السبان، عشان في بعض الاجهزه ما بتدعمهاش. يعني هتيجي تقول لك انا عايز اعمل البروميسكوس مود وانا مثلا عندي الاي اس ار او انتجريت سيرفيس راوتر مركب عليه الاي اي ام او الان ام اي، اقول لك لا ما ينفعش، لازم يكون عندك يا اما ابلاينس يا اما اي دي اس ام. هنا بعيد لك تاني وباكد لك ان السبان ما بتاثرش على السويتشنج نتورك ترافيك، عشان ده لو تفتكر من الفيديو اللي فات لما كنا بنتكلم على بعض الخصائص كان من ضمنها البرفورمانس، بقول لك احاول بقدر الامكان الاي بي اس بتاعي يكون شغال وما بياثرش عليه معدل نقل البيانات في السنه الواحده ولا الميموري ولا الثروبوت، ومن ضمنهم ان انا عايز يكون الاي بي اس بتاعي موجود في النتورك وما بيبطئهاش، المفروض يعلي البرفورمانس بتاع الشبكه بتاعتي ما يقللهاش. اوكي كويس قوي. هنا دلوقتي ده مثال اخير كده على الديبلويمنت بتاع السبان بورت جوه الاي بي اس. بص يا سيدي، ده السويتش بتاعنا او ده سويتش راوتر، ده اللي هو سلير 3 سويتش، متوصل عليه هنا انترفيس، هنا انترفيس جيجا اس ار نيم متوصل على فيلان مثلا رقم 11، وهنا انترفيس تاني متوصل على فيلان رقمها 12، وهنا فوق انترفيس فيلان 13، وجي تاني هنا على اثنين انترفيس جيجا ايثرنت 0 على 40 و0 على 41، الاثنين دول وصلت عليهم اي بي اس. فانا عايز اعمله حاليا ان انا بقول له يا اي بي اس 40 انا عايزك، يا اللي متوصل على جهاز 40 انا عايزك تراقب لي اي حاجه بتحصل في فيلان 11. فعشان اعمل الكلام ده بدخل جوه السويتش بتاعي جوه الجلوبال كونفيجريشن مود، بكتب له الكلام ده، بقول له انا عايز اعمل مونيتور سيشن رقمها 1. شفت السيشن زي ما قلت لك الترابط، اول ما تقول سيشن يبقى دلوقتي هقول لك مين السورس ومين الديستنيشن. السورس اللي عايز اراقبه الجيجا ايثرنت 0 على 1، ده يعني اي حاجه هنا السويتش بيقول ان اي حاجه هنا جيجا ايثرنت 0 على 1 بوس، معناها ان اي حاجه داخله او خارجه، يعني الدايركشن، يعني كان ممكن اقول ار تي او تي اكس، ار تي معناها اللي داخل بس، تي اكس معناها المستلم بس، انما دلوقتي بقول ان اي حاجه داخله او خارجه هنا على الفيلان ديت على الانترفيس ده عايز اراقبها، بس انا هنا قلت السورس، يبقى كان لازم يعني ضغط انتر وانزل سطر جديد. طبعا الكلام ده لسه هنشوفه عامل قدام شويه. هقول له مونيتور سيشن 1، في نفس السيشن رقمها 1 انا عايز ابعت بقى اللي انا جبت له اللي انا راقبته ده اللي هو جيجا ايثرنت، عايز ابعته على الديستنيشن بورت جيجا ايثرنت 0 على 40 اللي هو الاي بي اس ده. يعني كان بالظبط قلت يا سويتش انا عايزك اي حاجه تجيلي من هنا ابعت لي منها نسخه على 0 على 40. انجريس معناها ان سبان بورت بتاعي ده او البورت بتاع 40 هيشوف الترافيك الخاص بالفيلان فقط. يعني دلوقتي المفروض 0 على 40 ده ممكن كمان يراقب اي ترافيك تاني اللي جاله من 12 او 13، لا انجريس ديت معناها اللي داخل لك فقط، يعني انت يا 0 على 40 ما تبعتش انت اي ترافيك. يعني انت البورت بتاع 0 على 40 ده اللي متوصل لاي بس كل مهمته ان هو يراقب لي السيشن واحد فقط. ملوش اي مهمه ثانيه، عرفت الكلام ده عن طريق ايه؟ انجريس. وبيعمل تي سي بي ريست لاي حد تاني، يعني اي حد تاني بيبتدي يفتح معاه جلسه او يبعت له ترافيك او ينهي معاه ترافيك بيعمل له ريست، يعني يقول له لا انا مش فاضيلك انا انجريس، بمعنى ان انا دلوقتي متداخل مع سيشن رقمها واحد ومش فاضل اي حد تاني. كويس قوي. ده كان بالنسبه لاول مود وهو البرموسكيوس مود. لو تلاحظ هتلاقيه مهم قوي، عشان انت في بعض الاوقات ممكن الشركه بتاعتك تقول لك بص احمد يعني الاي بي اس عندنا في ناس بتشتكي منه ومبطئ الدنيا، فاحنا حاليا ما فيش غير 3 4 في الشركه ودول ما بيفتحوش اي حاجه خاصه بالانترنت او اي حاجه ماليشيس، فحول لي الاي بي اس بتاعنا يشتغل بروموسكيوس.
فعشان تلاقي الدنيا سرعت اكتر. فانت لازم تكون برمسكس عارفه ازاي تعمل له امبلمنتيشن، يا اما عن طريق هاب، يا اما لو عندنا السويتش، السويتش بتاعي يكون فيه سبان بورت، السبان بورت ده اللي متوصل بالاي بي اس. طب تاني مود عندنا ممكن اشغل عليه الاي بي اس بتاعي، وهو الانلاين انترفيس بير مود. الانلاين انترفيس بير مود ده بنسميه الفورورد مود، ان انا بخلي الانترفيس بتاعي اللي هو عكس عكس البروميسكوس بقى، ان انا هنا الاي بي اس بتاعي موجود ما بين الاجهزه. ده كان مثال مثلا، موجود هنا ما بينهم، موجود على الخط، واي حد هنا جيجا ايثرنت 0 على 0 متوصل بسويتش، وجيجا 0 على 1 متوصل بسويتش. اي حد من هنا عايز يكلم الثانيه يا دوب بيروح على الاي بي اس، والاي بي اس يقوم معديه، ده عايز يرجع بيقوم رجعه تاني. اوكي، فهي ده عكس البروميسكوس بالظبط. فدلوقتي انا ممكن اعمل الكلام ده يا اما بين اثنين انترفيس فيزيكال زي الكلام ده، يعني اما عندي جيجا ايثرنت 0 على 0 وجيجا ايثرنت 0 على 0، يا اما بين اثنين فيلان، يعني مثلا هنا عندي فيلان 10 وهنا فيلان 10 برضه، او هنا فيلان 10 وهنا فيلان 20. اوكي، خليني هنا برضو اكمل لك الكلام الاول، ان الخاصيه ديت برضو بسبورتد على اي سيريز 4200 من السيسكو ديفايسز، وعلى اي سيسكو كاتاليست 6500 لو انا مركب له المديول اي دي اس ام 2. فهنا دلوقتي الاي بي اس بتاعي يا اما ممكن يخلي اثنين فيزيكال انترفيس مربوطين مع بعض، يا اما يكون في اثنين انترفيس على نفس السويتش مربوطين ببعض. المثال عليهم ده اول مثال، ده بالنسبه للفيزيكال انترفيس. عندي هنا دي يعتبر شبكه ودي شبكه، الاثنين رابطهم مع بعض. طب افرض دلوقتي انا عندي السويتش، السويتش ده فيه انترفيسز، بس خلي بالك السويتش ده متقسم كفيلانز. ممكن برضو عن طريق الاي بي اس بتاعي لو هو شغال ان لاين مود، ان انا بخلي اي حد رايح من 11 ل 12 يعدي من خلاله هنا، ومن 12 ل 11 يعدي هنا. لو تفتكر الكلام ده كنا بنعمله لما اقول لك الخاصيه دي كان اسمها راوتر اون ستيك او الانتر فيلان، لو تفتكر من السيس ان ايه، لو احنا يا جماعه عايزين اثنين فيلان مختلفين يكلموا بعض فلازم يكون في راوتر. فاحنا كنا بنجيب راوتر واحد وبنجيب ما بينهم انترفيس واحد، وبنخلي الانترفيس ده متقسم ما بين الاثنين فيلان، فاي فيلان رايحه من هنا بتروح على الانترفيس والانترفيس ده بيرجعها تاني. اوكي، فانا دلوقتي كل اللي بعمله انا بخش على السويتش ده بقول له انترفيس جيجا ايثرنت 0 ل 11، الديسكريبشن بعت له اي ديسكريبشن، بقول له البورت ده متوصل بالاي بي اس سنسور. طبعا دي انا ممكن اعملها ديسكريبشن ديت ليا انا كادمنستريتور اشوف، وبقول له دلوقتي المود بتاع الفيلان ديت اكسس، وسويتش بورت اكسس على الفيلان 11، يعني الفيلان يعني الجيجا ايثرنت 0 ل 11 كل مهمته اللي هو بينقل الفيلان 11. وفي نفس السويتش قلت له انا عندي الانترفيس 0 ل 12 كل مهمته اللي هو برضه مود اكسس ومتولي الفيلان رقمها 12، وكده كده السنسور بيعدي الاثنين مع بعض. فقال لك هنا دلوقتي بقى عندي هنا انترفيس بير، يبقى السنسور دلوقتي رابط اثنين بير مع بعض اللي هو 0 على 0 مع 0 على 1 اللي هو بالنسبه له هنا، ده هنا 0 على 11 و0 على 12 في السويتش، و0 على 1 و0 على 0 هنا. اوكي، ده كان تاني مود من المودز بتاعه السنسور. كويس قوي. ممكن احنا نعمل المود التاني، ان انا ازاي اعمل ديبلوي للسنسور ان لاين في لان بير مود. يعني انا كنت قلت لك انا عايز اعمل انترفيس ان لاين بير مود وخلاص وسبتها لك مفتوحه، انما هنا قلت لك لا انا عايز اعمل ما بين في لانز وبعضها. فكل الحكايه هنا ان انا هشغل السنسور بتاعي كانه دوت نت دوت 802.1.11 كيو ترانك بروتوكول. اوكي، يعني هخلي دلوقتي اكن الاي بي اس بتاعي شغال ترانك ما بينهم، بمعنى ان دلوقتي 11 فيلان 11 عايز تروح تكلم فيلان 12 وهما كده كده متوصلين بسويتش، فاي حد عايز من 11 يروح 12 اول حاجه بيعدي على الاي بي اس، والاي بي اس يقوم عامل له فورورد هنا. اي حد من 12 عايز يروح ل 11 بيقوم عامل له هنا ويقوم راجع له هنا. تعتبر شكل من اشكال الانلاين بير مود، بس هنا خلي بالك كان هنا ده بيعتبر بالنسبه لهم راوتر ان ستيك هو اللي بيعمل بينهم فورورد، انما هنا بالنسبه لي يا دوب هو بيربط الديفرنت فيلانز مع بعضها. فخلينا كده نشوف الكونفيجريشن بتاعها ازاي. انا هنا على السويتش، السويتش بتاعي عن ترفيز 0 11 قلت له السويتش بورت مود اكسس، وهنا عندي الفيلان رقم 11، ودخلت على الانترفيس اللي هو 12 قلت له سويتش بورت برضه مود اكسس، وهنا عندي الفيلان رقمها 12. اخر حاجه دخلت على الانترفيس 0 على 1 قلت له يا 0 على 1 انت هتكون ترانك، سويتش بورت مود ترانك، وهتعمل الاو للفيلان 11 ان هي تروح لل 12. يعني الاو والفيلان بالنسبه لك هم ايه؟ تطور مراجعه على الفيلانز على فكره، يعني ما نقولش حاجه كبيره خالص. طب في عندك النوع اللي قبل الاخير الديبلوينج السنسورز للانلاين فيلان جروب مود. ايه الفرق بين ديت وبين اللي فاتت؟ هنا كان فيلان بير مود، انما هنا انا بيكون عندي اكتر من فيلان يمين واكتر من فيلان شمال. يعني انا هنا مثلا في الشكل ده انا السويتش بتاعي هنا عندي فيلان 11 و12 و13 و14، وهنا عندي 11 و12 و13 و14،
وعايز الفيلان ديت تكلم الفيلان دي، او الفيلانز اللي هنا تكلم الفيلانز اللي هنا. فقال لك في الحاله اللي زي ديت السنسور بتاعك بيقسم الفيلان ديت لمجموعه من الجروب، يقول لك دلوقتي يبقى انا عندي 2 جروب، كل جروب منهم حرميها على انترفيس. بمعنى ان انا مثلا بقول انا عندي الفيلان 11 والفيلان 12 هعملهم جروب مع بعض، والفيلان 13 و14 هعملهم جروب مع بعض، ودي هطبق عليها بوليسي وده هطبق عليها بوليسي، والاثنين دول معمول لهم بير هنا على الانترفيس بتاعتي. ويمكن دي مهمه جدا جدا وهنشوفها في الشغل ان شاء الله العملي. فقال لك في الحاله اللي زي ديت الفيرتشوال سنسور بتاعك او السنسور بتاعك لازم يكون جواه اكتر من سيرسور زياده. يعني انت هنا انت عندك اي بي اس فيزيكال واحد فقط. الاي بي اس يا دوب هو بيعمل ما بين 2 بير، يعني يقول لك انا شلت 0 على 0 و0 على 1. هنا فيلان وهنا فيلان، او هنا اي بي وهنا اي بي. بس احنا في الحاله بتاعتنا ديت في عندنا اكتر من فيلان وهنا اكتر من فيلان. ازاي السنسور هياخد البيرز ديت مع بعض؟ هو كل بير اخرها 2 فقط، يعني اخرها 2 بس يكونوا في الجروب الواحد. ففي الحاله زي ديت قال لك السنسور بتاعي كفيزيكال بقسمه لاكتر من فيرتشوال سنسور، بحيث دلوقتي بقول لك هخلي فيرتشوال سنسور يكون في الجروب بتاع 11 و12، وفيرتشوال سنسور رقم 2 يكون شايل الجروب 13 و14. قال لك دي بتفيدني لما اجي اطبق بوليسز، اعمل مالتيبل بوليسز على السيم سنسور. جميل. طبعا الخاصيه ديت بتشترط عليا ان لازم يكون الجهاز بتاعي الابلاينس اللي انا شغال عليه يكون بيدعم اصلا الفيرتشوال سنسور، والا ما ينفعش. لو انا عندي السنسور بتاعي ما ينفعش اضيف عليه فيرتشوال سنسور، يبقى ساعتها السنسور بتاعي ما يعرفش يربط غير شبكه هنا مع شبكه هنا، فيلان هنا مع فيلان هنا، ما ينفعش العدد ده من الفيلانز. فهمتني؟ اوكي. فعشان كده المثال بتاعي هنا قال لك لو انا عندي سويتش A وسويتش B، سويتش A دخلت على الانترفيس 0 على 0 بتاعه، قلت له انا عايز اعمل ديسكريبشن، عايز اعمل ده هيكون نوعه ترانك هينقل، وبعد كده سويتش بورت ترانك الاود هنقل فيلان 11 و12 و13 و14. الفيلان 11 و12 و13 و14 بيروح للاي بي اس بتاعك، بس خلي بالك على حسب بقى، يقول لك 11 و12 دول موجودين في بوليسي واحد، فبشوف ايه البوليسي واحد متطبق عليها ايه، او 13 و14 متطبقين في بوليسي 2 فشوف بوليسي 2 متطبق عليها ايه. نفس الكلام اللي عملته هنا بروح هنا على السويتش بي بقول له دلوقتي انا عندي انترفيس 0 على 1 برده ده هيكون نوعه ترانك، وعايز اعدي الفيلان 11 و12 و13 و14. كويس قوي. اخر نوع من انواع المودز او المودز بتاعه السنسور بتاعه هو شغال حاجه اسمها سيلكتيف ان لاين اناليسيس مود، وده جميل قوي وظريف. ده فكرته كلها ان الاي بي اس بتاعك او الاي دي اس بيكون جهاز من ضمن الاجهزه بتاعت النتورك، يعني بيكون موجود معاهم ان لاين، يعني الترافيك بيعدي من خلاله، بيكون مربوط باجهزه تانية زي الكاتاليست والاي اس اي والاي او اس راوتر، بيكون في اجهزه كتير جدا معانا في الشبكه. يعني يا اما هو يكون يعني السليكتيف ان لاين مود ده شرطه ان هو يكون انتجريتد، يعني يكون متركب كابلاينس على الاجهزه دي. اوكي، يعني في جهاز كاتاليست 6500 ولا الاي بي اس بتاعي راكب عليه، وممكن في الحاله دي تعمل له يكون اون لاين. فكرتها ايه؟ فكرتها دلوقتي ان اي ترافيك بيعدي في الشكل اللي قدامنا ده، هنا الشبكه دي عايز تروح الشبكه دي فبتعدي على الراوتر، الراوتر الاي اس ار ده راكب عليه المديول بتاع الاي الاي اي ام اللي بيخليه كانه اي بي اس. فقال لك في الحاله زي ديت انا عندي الترافيك بتاعي بيكون سيلكتيف، بمعنى اقول له ويتش ترافيك ريكوايرز ان لاين تريتمنت، ايه الترافيك اللي انت عايز تعديه من غير ما ابص له، وايه الترافيك اللي انت عايزني ادقق فيه. يعني هنا في الحاله دي او في المثال ده الشبكه دي والشبكه دي، بقول لك انا عامل اكسس ليست من هنا تروح هنا، فكده كده الاكسس ليست اول حاجه بتروح تعدي على الراوتر اللي على الاي بي اس، وبعد كده هو بيقول لك يعدي او لا. فانا الاكسس ليست مكتوبه اهيت، فدخلت هنا على انترفيس 0 على 1 بقول له الاي دي اس سيرفيس موديول مونيتور، بقول له دلوقتي يا 0 على 1 انت متوصل عليك الاي دي اس وحالته اونلاين، انا عايزه يعمل كابشر للاكسس ليست، عايزه يحلل الاكسس ليست دي. فانا هنا في الحاله ديت قلت له يا اي بي اس اشتغل. ان انا بص على المثال اللي تحت ده، انا عندي الاي بي اس بتاعي مركبه على فاير وول اوكي اي اي بي اس اس سي او اس اس ام اوكي. فانا هنا بقول لك نون انترستنج ترافيك، في ترافيك بعديه وفي ترافيك تاني بقول لك لا ما تعدهوش. فهنا في الحاله ديت عندي الاكسس ليست اهيت، بقول له عدلي ال 80. فهنا عندي حاجه اسمها كلاس ماب، فبقول له هنا اي بي اس ان لاين فيل كلوز، يعني انا مش عايز، انا مش اي حد جاي لي من هنا بالاكسس ليست ديت او اللي موجوده الاكسس ليست اللي موجوده عندي في الكلاس ماب اللي اسمها اي دي اس. يعني هنا عندي الاكسس ليست بتاعتي حطيتها في كلاس ماب، وكلاس ماب دي حطيتها في البوليسي، قلت له دلوقتي اي حد جاي لي في البوليسي ديت اللي جواها الاكسس ليست ديت انا نوت انترستنج،
عادي جدا عديها مش هتفرق معايا. بس خلي بالك الكلام ده لازم يكون ايه، ان الاي بي اس بتاعي شغال كسلكتيف اون لاين اناليسيس مود. يمكن المود ده احنا مش هنشوفه قوي ومش هنتعامل معاه كتير جدا اثناء الكورس بتاعنا. بكده يبقى يعتبر احنا خلصنا كده الفيديو الخامس او المحاضره الخامسه كلها. فخلينا نتكلم تاني على اللي احنا قلناه. ابتدينا المحاضره بتاعتنا ان احنا بدانا نعمل عمليه انستليشن للاي بي اس او الاي دي اس، عملنا نعمل له بيزك كونفيجريشن، ازاي نفتحه عن طريق الاي دي ام، ازاي نغير الاسم بتاعه، ازاي نعطيله اي بي، ازاي نعرف نعمل بينج عليه، الكلام ده كله. بدانا الحاجه الثانيه نتكلم في الديبلويمنت مودز بتاعه السنسور بتاعي، ودي اللي احنا هنشوفها طول ما احنا ماشيين في الكورس في الحلقات الجايه. هقول لك دلوقتي احنا مشغلين الانترفيس او الاي بي اس بتاعنا كانلاين بير مود، يعني رابط الشبكه دي مع الشبكه دي. مشغلينه حاليا ما بين فيلانز، يعني رابط الفيلان دي مع الفيلان دي. مشغلينه فيلان جروب، ان احنا مقسمناهم، عندي هنا اثنين فيلان على سنسور فيرتشوال، وهنا اثنين فيلان على فيرتشوال سنسور. اوكي؟ اتمنى الفيديو ده او المحاضره دي تكون جميله. هي تقيله شويه وممكن تحتاج تراجعها تاني، بس سهله جدا وبسيطه. اوكي؟ اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.